السلام عليكم أعزائي الطلبة، محاضرتنا لهذا اليوم حول أمراض سوء التغذية مال نيوتريشن ديزيز. راح نشرح أهم ثلاث حالات تصيب الأطفال دون سن الخامسة. الحالة الأولى هي مرض الكواشركور، وهو مرض ناتج عن نقص البروتين والسعرات الحرارية. الأسباب ممكن أن تكون نتيجة لبروتين ديفيشنسي أو بسبب الكرونيك دياريا، كذلك الأمراض المزمنة وأيضا بعض الأمراض الحادة. أهم ما يميز علامات وأعراض الكواشركور هي أولا إدما إن أنكل أند فيد، ديستندد أبدومن انتفاخ البطن، إنلارجد ليفر، تشينج إن هير كلر، ولذلك بعض الأحيان يسمى بمرض الطفل الأحمر. ايضا راح يكون عنده انوركسيا، فقدان للشهيه، وديرماتيتس. العنايه التمريضيه للطفل المصاب بمرض الكواشركور: التشجيع على الرضاعه والتغذيه، قياس العلامات الحيويه وقياس الوزن يوميا، اعطاء الفيتامينات واعطاء البوتاسيوم حسب ما يقرره الطبيب، ايضا تثقيف العائله حول الغذاء الصحي للطفل والدعم النفسي وتوفير الالعاب للطفل. الحالة الثانية هي مرض الهزال مرزمز، affect infant and young children resulting to inadequate calories intake. يحصل مرزمز للأطفال نتيجة للفطام الفجائي sudden weaning أو بسبب الأمراض المزمنة والحالات الشديدة، كذلك ممكن أن تحدث هذه الحالة نتيجة للـ Poor Family Nutrition Education. علامات وأعراض الهزال: راح يكون عند الطفل Muscle Wasting in All Body Gradually، أيضا راح يكون عنده Delay in Growth and Development، تأخر في النمو والنماء، وممكن نشوف علامات الـ Dehydration. ايضا راح يتعرض الطفل الى الهايبوغلايسيميا. العنايه التمريضيه للطفل المصاب بالهزال يجب ان تكون: اولا تشيك بودي ويت ديلي، قياس وزن الطفل يوميا وقياس العلامات الحيويه، ايضا اعطاء الغذاء بشكل تدريجي، give vitamin supplement، اعطاء المكملات الفيتامينيه، وتثقيف العائلة حول التغذية المناسبة للطفل. الحالة الثالثة هي الكساح ريكتس الناتجة عن نقص فيتامين دي. علامات وأعراض الكساح: هيد شيب يكون لايك سكوير، راح يكون ديلي ان فونتانيل كلوجر، ممكن يحصل عنده كيفوسيس أو سكوليوسيس أكرز، نروينج إن بيلفس بالنسبة للإناث، أيضا تأخر بالسيتينج الستاندينج التيثينج ديلي، وأيضا ممكن يكون عنده ليك بولج نوكني أند فلات فوت. الرعاية التمريضية للطفل المصاب بالكساح تشمل: إعطاء الفيتامينات حسب ما يصفه الطبيب، تعرض الطفل لأشعة الشمس، gently movement تحريك الطفل بلطف، وأيضا تغيير وضعية الطفل باستمرار، منع وقوف الطفل لفترات طويلة.